مساء الفل عليكم، يوم جديد وفقرات متنوعة في انبوكس على صدى البلد. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم ويا رب وينعاد عليكم بكل خير وصحة وسلامة. وقبل ما نتكلم عن فقراتنا النهاردة خلينا اسلم وعيد على اصحابي في الاستوديو. ازيك يا رؤى؟ ازيك يا نورة؟ ازيك يا شريف؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ انت طيبه، ربنا يخليك يا رب علينا جميعا. كل يا شيكو. انت طيبه يا رؤى، ربنا يخليك. يا نورة كل طيبه. يا رؤى اليوم الابيض الحلو زي كده يا شباب، يا قلبك ابيض زي الفل. كلنا لبسنا لبس العيد وجينا بيه النهارده. اوف وايت بقى، انا اوف وايت قلت اكسر شويه. كله حلو يا شباب؟ كله تمام يا جماعه. كل سنه طيبين، يعني ربنا كده يعني يجعل الايام دي كلها ايام كلها سعاده ورضا وبركه في بيوتنا وفي حياتنا. والنهارده يوم مش عادي، النهارده يعني كده كل الناس الاحساس الداخلي جواها بيوم عرفه، وقفه عرفه اكيد يعني لما بيتكرر من سنه لسنه الواحد بيحس قد ايه ان هو يعني لا بيوصل له شعور داخلي كده من المولى سبحانه وتعالى. يا رب نكون ان شاء الله استغلنا اليومين دول احسن استغلال ونفرح وننبسط بقى يا رب. بداية بقى ايه من بكره ان شاء الله واجواء العيد الحلوه. اجواء العيد وتكبيرات العيد وكل الروحانيات اللي بنحس بيها في الايام المفترجه دي، عشان كده النهارده يومنا هيكون كده فيه فقرات حلوه واكيد كلها متصله بالعيد وفيها كمان جزء روحاني كبير جدا. في اخر فقراتنا هيكون معانا الداعيه يوسف عادل اللي هيكلمنا عن فضل يوم عرفه وكمان ايه هي اداب العيد. خليكم مستنيين لحد اخر فقراتنا. حلو قوي. بما ان كده عارفين ان العيد دايما زي ما اتربينا ان العيد فرحه، فاحنا بقى بنحب دايما ان احنا نقول الابتهالات الدينيه ونقول دايما كده التكبيرات طبعا، وكلنا بنحب نغني ونتنطط ونفرح ونجري. بمناسبه العيد يعني هيكون معانا النهارده فقره كده فيها بقى ايه شويه كده انشاد ديني وتكبيرات باصوات فعلا 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 هتعجبكم جدا جدا جدا. هيكون معانا فرقه عماره، هنقدر نسمع منهم حاجات كتيرة جدا من أغاني العيد والابتهالات وكل حاجة تخص العيد والشعارات الدينية. خليكم حلو قوي كده، كلها حاجات روحانية. أيوة لطيفة كده. نيجي بقى دلوقتي يعني دلوقتي طبعا يعني طب ايه طيب هو انا مش قايله ان انا هسالكم هقول للناس من امبارح؟ أيوة. انا خدت عاديه ولا لا؟ ما هو العيد النهارده بقى. طب فين؟ ما بنستنى الحجاج ينزلوا كده من عرفه الحمد لله. اطلع وبعد كده بعد ما بينزلوا اطلع اب وخلاص انت وهو بالفلوس ويدعوا لنا. لا اطلع نمشي. تقول اطلع ادعوا بقى وسط النهارده العيديه. ما حدش هيتكلم ولا حد هيكمل الفقره غير لما اخد العيديه النهارده. فين؟ والله انا بقولك النهارده والله تاخد العيديه. محفظه في ال ماشي انت ماشي معايا حاجات قد كده دايما. خلاص همد الاتفاق اسمها ايه الفاصل اللي بين الفقرتين بس عشان اقول للناس. مش هنخش بقى جوه لسه. لا هنلحق مشوار بعيد. طب يلا خلاص ابدا الحلقه ونشوف. طيب بص هي من الاخر كده الموضوع باختصار شديد جدا، احنا دايما ليله العيد او العيد ما بيحلاش الا بالعيديات. يعني العيديه في حياتنا دايما هي اللي بتحسسنا قد ايه ان برضه ليها طعم كده ومناسبه خاصه بشيء معين، يعني اللي هي الفلوس، بس هي مرتبطه بالعيد طبعا. الواحد بيتبسط جدا. لا بالفلوس؟ ما بالفلوس بس بالعيد. بالعيد الاثنين مع بعض. طبعا احنا صغيرين يمكن احنا امبارح لمسنا شويه في بعض الكلام ده، واحنا صغيرين بنحس اكتر بالاحساس ده لما بناخد عيديات طبعا، وبنبقى احنا مبسوطين جدا باجواء العيد واللبس والترتيبات بقى الاخرى اللي احنا يمكن بنعملها. لما كبرنا شويه اكيد الموضوع هدي معانا شويتين، لكن اكيد احنا ما بننساش تماما ذكرياتنا مع العيديات طبعا وفرحه العيد. ولا حاج شيكو طبعا. لا بص يعني موضوع اعمل بقى خط الموضوع الايه احنا معلش يا نوره معلش يعني في كده خط هنعمله بس شويه كده قبل ما نجمع العيديه اللي انت عايزاها. ما انت برضه هتجمعوا ايه في ايه؟ ما انت عيديتك مش اي عاديه. هيجمعوا في الاخر. عيديتك مش اي عاديه نوره سامي يا اخوانا. تبرعوا بالظبط. تبرعوا حفاظا ان ما يبقاش في نكد لمده لحد العيد الجاي. هتقعد تقطم فينا لغايه العيد الجاي في كل الحلقات ده فعلا. بالظبط. طيب بص هو موضوع العيديه ده بصراحه هو بيديك اكبر طعم ممكن تحس بيه كده في العيد. كلنا اتربينا على الموضوع ده بقى من ايام بقى الربع جنيه اللي كان لسه جديد، وتلاقي كده اللفه بتاعت البنك، وتلاقي كده الخال والعم والعمات والخالات والامهات طبعا والابهات جايبين بقى العيديه دي، واحنا قاعدين انا ببقى قاعد بالمرصاد يعني ببقى قاعد بالكنبه كده الاقي مثلا ماما راجعه مثلا فين الكلكعه فين؟ فين الكلكعه؟ فين بقى الحاجات الجديده المطبوعه اللي انا بحب اقعد احطهم في المحفظه؟ ليها
يعني أيوة. شوف صوت الورق مش نافع، ده مش نافع بالظبط، في صوت ورق تاني، الصوت والريحه، الصوت والريحه هما الاثنين مكملين مع بعض. كان زمان الرزمه الخمسات دي رزمه اه بالظبط الرزمه الخمسات دي. لو ما تحسش على فكره بالعيديه غير لما يبقى الفلوس نفسها جديده، يعني حتى لو هتاخد مثلا هتاخد 10 جنيه او 20 جنيه جديده مقابل ان انت تاخد 200 جنيه بس قديمه، هتاخد ال 200 جنيه ماشي تمام اروح اصرف بس لازم اخد الجديده. تحس انه بيكون ليها فعلا طعم مختلف، بس مهما كبرنا ومهما عدينا اكيد احساس العيديه ده نفسه بيكون مختلف. يمكن كان زي ما بيقول كده فاروق وشريف انه لما بنكبر شويه المسؤوليات بتزيد شويه او شويتين، وبيبقى مطالب مننا احنا المفروض ندي عيديه. مش فاهمه ليه وازاي، يعني مش فاهمه ليه وازاي ندي عيديه. اه اما انت بتعملي فينا ايه؟ انا بنت انما يعني انا كبنت ادي ليه عيديه؟ ممكن ابقى ادي لاولادي في المستقبل. مفيش مساواه دلوقتي. لا مفيش مساواه. شفت بقى شفت هي عارف الاخت لما تكون غصب واقتدار في الحياه. ايوه بالظبط. في ايه يا جماعه؟ طبعا طبعا الله طبعا لازم عديات. لا ولغت المساواه دي كانت مطلعه عينينا اصلا الحلقات اللي فاتت. لا بقى في حاجه لها علاقه حلقه العيد الراجل راجل والست ست. انا ضد المساواه في حلقه العيد. سجلوا يا جماعه بقى، سجلوا كده، سجلوا الكلام ده علشان ايه الحلقات اللي جايه نشوف اخره نوره ايه. والله بجد يعني ما انا هقول لك على حاجه، اصل دي من الحاجات اللي بتبسط. يعني هي اه بتبسط اي بني ادم، ولكن احنا كستات بتفرق معانا الحاجات البسيطه طول السنه مش في العيد بس عندكم، هي المشكله مش في كده. طب اديك عرفت والله يا شيخ اعملها بقى طول السنه. ما منين؟ احنا منين؟ انا اتكلم بالنيابه عنك ما تقلقش. ربنا سبحانه وتعالى انا اتكلم فضل ونعمه كلها لها. منين؟ هو ايه اللي منين؟ مش بتشتغل وبتقبض؟ بشتغل اه بس مش شرط اقبض. بلاش احراج بقى، بلاش احراج. لا بجد والله فعلا بتحس انه زمان كان العيديه ليها طعم مختلف. ليه؟ لان انت عارف ان انت مش هتدي لحد تاني، او ان انت الفلوس كلها اللي جايه لك انت اللي بتتدلع بس، انت اللي بيجي لك لعب، انت اللي بيجي لك حاجات حلوه، انت اللي بيجي لك فلوس وبس كده وشكرا. انا مبسوط بيجي لك لبس عيد وبيجي لك بيجامه عيد وبيجي لك كل الحاجات. لكن لما بتكبر شويه بيبقى فعلا في ناس ثانيه مسؤوله منك، مسؤول ان انت تدي لهم عيديه، مسؤول ان انت تجيب لهم لبس العيد، مسؤول ان انت تجيب لهم البيجامه بتاعت الوقفه، مسؤول. صح يا رؤى ولا ايه؟ صح طبعا. وغير كده مثلا طبعا لو انت مقتدر اكيد بيكون بتعمل اضحيه او الحاجات دي كلها، فطبعا كل دي بتكون مصاريف زياده، فيمكن بتضيع طعم العيديه لو لسه فعلا بتاخد من اهلك او من والدتك او حاجه. ربنا يخليك. بص يا رؤى كل سنه وانت طيبه يا طنط مامت فاروق. كل سنه وانت طيبه يا طنط مامت. واحنا معانا مروه وانت طيبه ربنا يخليك. معانا مروه. يا مروه ازيك؟ ايه انت عاملين ايه؟ كله تمام، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين، تقعد عليكم الايام بخير. امين يا رب. يا رب جميعا. احكي لنا كده ايه احساسك بالعيديه؟ لسه بقى بتاخدي عيديه ولا انت اللي بتدي عيديه دلوقتي ولا الموضوع ماشي ازاي؟ لا هو انا باخد بصراحه، بتمنى افضل اخد لغايه يعني لغايه كتير قوي. شاطره يا مروه. ما فيش من تبع الحزب بتاع نوره ها؟ اه بصراحه يعني الواحد بيحب العيديه جدا واحساسها حلو، وهي اللي بتحسسنا بفرحه العيد دلوقتي. صح. مع الصلاه. صح. واللبس الجديد، فيا رب نفضل كده يعني. عقبال انا وفاروق ما نحس بموضوع العيديه ده ان شاء الله. وانتوا هتحسوا ليه يعني؟ في ايه طيب؟ بني ادمين والله. حسوا بينا يحس بيك ربنا. حرام عليكم. طيب مروه قولي لي، فاكره اكبر عيديه اخذتيها كانت ايه يعني قد ايه ومن مين؟ اكبر عيديه ولا اصغر؟ اكبر. اكبر عيديه اعتقد كانت 300 جنيه او 400. ده كان من مين بقى؟ كان من مين؟ كان من بابا. اوكي حلو. ده كان اكيد من زمان صح؟ لانه 300 او 400 دلوقتي. لا حلوين برضه. لا حلوين. لا هم حلوين. لا حلوين. بص حتى مش مقتنع بال 300 و 400 مؤمن يعني. حتى ال 300 و 400 جنيه مش مقتنع بيهم. منشار ماشي. هنعمل فيها ايه؟ مش ممكن. منشار ماشي. ايه تاني اكتر من كده؟ منشار. ال 300 دي عادي موجودة ايه بجد؟ كملي اتفضلي. هو بابا بيدي وماما بتدي، فاحنا بناخد يعني بناخد الرقم ده في اثنين بس علشان ايه يعني ما يطلعهمش مره واحده فبتتقسم على اثنين. لا ده احنا نعدي عليكي بقى انا وفاروق بقى نشوف الموضوع ده. نعدي عليك انا وفاروق بقى نشوف الموضوع ده يعني. بس يعني نوره لو هتيجي مش هينفع معاها، اقل من 1000 مش هيسد صح ولا مش؟ لا ده قليل بصراحه. بنعمل شوبنج كتير يا جماعه وفي مصاريف عندنا جامده، فلازم شويه فلوس كتير بصراحه. اللهم احفظنا والله من الشوبنج والمصاريف الكتير. يا مروه ايوه قولي لي، بتحوقي كنتي بتاخدي الفلوس ليكي ولا ماما بتقول لك هاتي العيديه شيلها لك يا حبيبتي؟ لا كنا بناخدها بصراحه. شاطره والله. بتعملي بيها ايه بقى؟ بصراحة يعني وكانت أول حاجة لازم نجيبها طبعا نجيب حاجة حلوة. ده أول حاجة من العيدية. وكنا بنجيب لعب بقى، اللعب بتاعة الأطفال دي اللي هي بقى مسدس خرز مثلا على كورة على معرفش إيه، حاجات غريبة كده يعني. تحريف مسدس خرز ملهاش علاقة بالبنات خالص.
مش فاكره كل، بس اكيد كان بيبقى فيه نجيب العرايس بقى واللي هي الكرومبه كانت مشهوره قوي زمان. لسه عندي، لسه عندي، عندي برضه. عندك كرومبة كمان؟ وهقول لك كان في كرومبة وكان في سامبو، عارفاه ولد كده بيبقى صغنن. طب دي لعبة ولاد سامبو، انت ايه انت عايزة حتى كرومبة وسامبو واخداهم؟ ما هو كان بتاع اخويا بس انا بلعب بيه. مستحوذة برضه يعني، مستحوذة الموضوع على فكرة في الدم من وهي صغيرة، تستحوذ على كل حاجة. نلعب سوا، نلعب سوا، ما تكونش دعوة، ما تدخلوش في عيلتي لو سمحتوا. شكرا ليك يا مروة، وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك يا رب. يا رب علينا كلنا يا رب. نورتينا، باي. طيب هسألكوا السؤال المعتاد يا شيكو، أول عيدية تفتكر خدتها كانت كام؟ بعد الخمسة جنيه. ما تعدش. احنا الخمسة جنيه دي كانت كتير في محافظتنا يعني، فاهم؟ الجديدة دي. والله بص يعني أنا كان في ناس ممكن تضحك عليا. إزاي؟ هو هيديني عيدية، أنا هاخد عيدية، بس مثلا يجي يقول لي إيه؟ عايز عيدية مثلا، أنا كنت بقيس إن أنا جايب محفظة جديدة تمام؟ فإيه عايز أشوف بقى إيه الفلوس مرصوصة كتير. فكان يجي مثلا من غير ذكر أسماء من عيلتي عشان ما حدش يزعل، مثلا حد يجي يضحك عليا، يخش عليا بقى بطريقة ذكية. لا لا خالص. مثلا ايه، هو مثلا معاه جنيهات تمام كتيره، كانت جنيهات ورق بقى ساعتها يعني، فيقول لي مثلا عايز ال100 جنيه جنيهات ولا مثلا لا 100 جنيه مثلا خمسات ولا مثلا 50 جنيه جنيهات. فانا اشوف انت عايز الكتير بقى، انا صغير بقى طفل، فانا عايز بقى ايه الحبه كده هو مقسمهم. فاقول له لا ده الجنيهات، هو شاور لي انا مش فاهم بقى العد، انت شايف الاكبر، فانا شايف الاكبر، اخد بقى كده. فانا اروح اقعد مع بنات خالي بقى على جنب ومش عارف ايه، الاقي نفسي في الاخر اخر اليوم اروح اعيط لماما، اقل واحد واخد فيه ولا انا اقل واحد واخد وانا ولد ومش هينفع. فده كان بالنسبه لي الموضوع العادي. بصوا يا جماعه، بصوا النظره الذكوريه بجد، حتى ايوه حول الموضوع بقى، شوف هتروح فين، يقول لك انا ولد عايز ياخد عيديه اكبر عشان هو ولد. هقول لك ليه بقى، لان كان انا دايما ما بحبش مثلا البنات تنزل الشارع، واخاف بقى من الزحمه بتاعه العيد وكده، فينزل معاهم يا الا انا هنزل هجيب لهم اللي هم عايزينه. يا سلام، شايفه الاحاسيس وشايفه كمان الراجل بيفكر ازاي. بالزبط. يعني مش التفكير بتاعك يعني، الراجل بيفكر ان هو يحافظ على بيته ويحافظ على ولاد خالته ولاد عمه. نسيت المساواه فجاه. بص الرجوله من صغره قالت لك البنت بنت والراجل راجل في الاول عشان العيديه، جيت اتكلم دلوقتي رجعت تاني بقى نوره الايه على اصلها بقى في الموضوع. فكنت بنزل انا اجيب ايه الحاجه، فكانت الفلوس ما بتكفيش اللي هم بيدوها لي، فانا بزود. ده كان السبب اللي انا اقول بقى ايه ده عشان الولد. والله يعني غلبان اصيل يا ابني، والله والله العظيم، والله يا ابني اصيل. بيزود للناس العيديات، مش بزود والله، بس يعني مثلا اهجلي كولا بومب مش عارف ايه، كنا بنعمل مثبت البومب بقى. والله تلاقيك كنت بتروح وتجيب الحاجات دي مع اصحابك، وما ترضاش تخلي قرايبك وصاحباتك البنات ياخدوا حاجه منهم. لا والله لا، بس كنت باخد بومب منهم. ايوه لازم يبقى بيطلع بمصلحه. لازم، كنت اعمل كره البومب دي اللي هي كده، ويعني كانت موجوده زمان الحاجات دي يا جماعه. بص عشان ما حدش برضه ايه يعني يفتكر ان كلامنا غريب، كان في حاجات بالنسبه لنا يعني اللي هي طبعا ما كانتش هي مقننه على فكره، الحاجات دي كانتش مقننه. لا طبعا دي كانت مخالفه اكيد، كانت مخالفه يعني، بس كان بيتباع ايه يعني، ممكن من حين لاخر كده تلاقي حد بيباعها واقف في الشارع مش عارف ايه، حاجات البومب والصواريخ الصفراء الصغيره دي والكلام ده. بعد كده بجد المسدس الخرز ده، انا بجد بجد مش عارفه ازاي انه كان في حد بيبيع الحاجات دي، وفي ام او اب مسؤولين عن اولادهم قابلين ان هم يجيبوا مسدس خرز. أيوة بجد في كميه حوادث حصلت. انا كنت بنشر على اصحابي. لا 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 لا، انا صحابي اقول له عايز اشوفه بيتعور انا اتعور. لا وبعدين بقى اللي في الشارع تاخد لك كده طلقه وانت ماشي، وكانوا بيضايقوا بيه البنات. وفي الحوادث جوه البيت، ان انا اعرف ناس مثلا حد يبقى قاعد بيلعب او حاجه ومامته قاعده قدام، في حد جاب خرزه في عين مامته، فليه بجد يعني مش لازم نتبسط بشكل عنيف يعني. بس الحمد لله انه الحاجات دلوقتي دي ما بقتش موجوده، دي من مميزات التكنولوجي. انا كان عندي محفظه زمان، محفظه كده كانت اللي هي التشك تشك عارفها، اللي هي ايوه باستك دي تمام، اللي هي تسمع كده اللي هي بتفتحها كده ملونه، كان لونها اخضر متهيألي، اخضر في احمر كده. ودي كانت بالنسبه لي لما تتملي هي كانت تجيب واحد بس، كانت تفتحها كده تحط فيها اللي انت عايزه كله. فدي كانت بالنسبه لي بقى المتعه في وقت العيد، لما مثلا ايه تلاقيها انت شايف ان هي متقسمه يعني ايه نفس المنهج بتاعي، فلوس جديدة حلو عارف انت ايه، وخمسات وعشرات والكلام ده. وتلاقي بقى ايه لما تعلى شويه مثلا 50 جنيه، انت كده انت يا جمالك. ايوه بالظبط. دلوقتي اي طفل صغير تيجي تديله مثلا ابنك ولا حاجه، تديله 50 جنيه يقول لك ايه ده بابي، فاهم ايه 50 جنيه دي يا عم بيها ايه؟ ما تنزلنيش ولا اسانسير. فاكرين النحله واليويو؟ طبعا واليويو، طبعا جميله طبعا. يعني ايا كان كلها كانت ذكرياتنا يعني مع العيديه ومع العاب العيد والحاجات دي كلها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم. لسه فقراتنا مكمله بخصوص العيد، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا فريق عماره للانشاد الديني، خليكم معانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله 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 يعني احسنتم جدا 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 كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كده يا رب يعني زي ما سمعنا كده هو ده الوقت اللي بنحس فيه بكل الروحانيات هو ده الوقت اللي بنسمع فيه تكبيرات العيد ده الوقت اللي بنحب ان احنا نسمع فيه كل الابتهالات والاناشيد الدينيه عشان كده زي ما سمعنا منورنا النهارده في الاستوديو فريق عماره للانشاد الديني اللي هيملوا لنا كده الحلقه كلها حاجات حلوه باصواتهم الحلوه الملائكيه ونعيش معاهم كل الروحانيات اللي احنا فعلا مفتقدينها جدا وحاسينها جدا في الوقت ده. منورينا جدا. انا هبدا اقول اسمائكم طبعا هبدا بهند. ازيك يا هند؟ الحمد لله. هند انور طبعا ويوسف سند. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ طبعا ايه محمود. ايه محمود ازيك يا ايه عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ازيكم ايه الاخبار؟ خير والله الحمد لله. يعني حسستونا كده بالعيد وانا دايما في كل تكبيرات العيد دايما بحس دايما ان الزمن رجع بقى لورا. الواحد لسه سنه صغير بس برضه يحس ان هو رجع طفل بقى يعني يحس بقى بالعيد والتكبير ان ده اكتر احساس الواحد بيحس ان خلاص العيد انا بالنسبه لي بعد الصلاه كده بحس ان بقيت الايام الدنيا بتهدى خالص فانا بحس ان العيد فرحه العيد هو فكرنا بفرحه بالزبط. العيد برضه بتاعت زمان بالظبط بتاعت زمان فرحه عيد صح مظبوط. انت قمر انت تقولي اللي انت عايزاه. لا هند دي العسل بتاعتنا وهند اصغر واحده كمان في والله العظيم اصغر واحده في الفريق. احنا طبعا فريق خمسه تمام احنا ثلاثه موجودين وفي اثنين ما جوش بس هند اصغر واحده 11 سنه صح كده؟ صح. في عبده وفي احمد المنضراوي بس هم ما جوش. ايوه سلمي عليهم. سلم عليهم. انتوا سنكم 21 سنه صح؟ احنا اتكلمنا في الموضوع دي فضايح دي فضايح. طيب خليني كده اسالكم انا يعني اسم الفرقه بصراحه شدني يعني الاسم حتى عماره هل ده بقى يعني ايه السبب ان اخترتوا الاسم ده؟ هل عشان بتجمعوا مثلا بعض او ليه علاقه بمستوحى مثلا من كلمه عماره ولا ايه؟ لو حضرتك عارف طبعا يعني الاسامي المعتاد عليها في فرق الانشاد الديني فاحنا حبينا ايه نغير ونبقى متميزين شويه مميز. أيوة. واسم عماره جاي كمان من ايه التعمير برده وتعمير الارض بالصلاه على النبي وحب النبي كمان برده الفن الهادف طبعا وكمان استاذ محمد عماره ودكتوره داليا عماره المسؤولين عن الفريق واللي بيدربونا جت برده الاسم من هنا وهنا دكتوره داليا عماره مسؤولين عن الفريق حبايبي قول وي كمان قول بحبهم كتير بحبهم كتير وبحبكم كتير وهم بيحبوكي واحنا بنحبك والله. قولي لي انت بقالك قد ايه بتنشدي معاهم في الفريق؟ تعرفي بقالك كام سنه؟ بقالنا سنه بنشد مع الفريق وبحب
بحب الانشاد كتير جدا، وبحب النبي كتير، بحب سيدنا النبي كتير. عليه الصلاه والسلام. انت جميله يا هند. عسل. طيب ايه، خليني ابدا معاكي، يعني احكوا لنا اكتر عن الفريق، انتوا بتدرسوا ايه وتجمعتوا ازاي اصلا، بما ان كنا بنتكلم كده كل واحد من محافظه شكل يعني، فتقابلتوا ازاي وتجمعتوا ازاي؟ هي المفروض ان في شركه عماره، فاحنا المفروض ان احنا رحنا كذا حد فينا من اماكن مختلفه، ان احنا رحنا ان احنا نقدم. يعني في مثلا هند من البحيره، وفي عبده من الغربيه، انا ويوسف واحمد من القاهره، فان احنا رحنا نقدم، فصدفه ان تجميعه الفريق دي، فالدكتوره اختارتنا بناء على ان احنا كل واحد فينا في يعني صوت وفي حاجه مختلفه، فهي حبت ان هي تجمعنا كلنا ونعمل فريق عماره الانشاءات. بقالكم قد ايه اصلا مع بعض؟ لان داخلين في سنه كده. طيب انا حابب اسمع حاجه. اوكي ماشي. انا حابب اسمع حاجه النهارده، يعني بما انها ليله مباركه يعني احنا دايما في اي كده بنحب نسمع الاناشيد وكده، فانت ممكن اي حاجه تختاروها، مش هنتشرط في اي حاجه. في نشيد من اعمالنا اسمه يا مسافر للمدينه. حلو قوي. يلا يا ندى. يا مسافر للمدينة، خدني معك لنبينا، مشتاقة روحي لي. يا مسافر للمدينة، خدني معك لنبينا، مشتاقة روحي لي. محمد يا حبيبي، يا سيدي وطبيبي، قلبي موجع داوي في حضرتك يا طه، بنسى العالم وعيش وابكي ودمع عيني، قلك ما تسيبنيش في حضرتك يا طه، بنسى العالم وعيش وابكي ودمع عيني، قلك ما تسيبنيش. يا ريت افضل جوارك في ريح قلبك، وانا واشم عطر الجنة في رودة المجد. يا ريت افضل جوارك في ريح قلبك، وانا واشم عطر الجنة في رودة المجد. والروح تبح وتنسى النور لمصطفى هدينا، يا مسافر للمدينة، يا مسافر للمدينة، خدني معك لنبينا، مشتاقة روحي لي. محمد يا حبيبي، يا سيدي وطبيبي، قلبي موجع داوي. الله 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 عليه افضل الصلاه والسلام. يا هند يعني انطلقتي كده وعشتي وغنيتي ويعني انشدتي لوحدك، صوتك حلو جدا. جميله وموهوبه جدا ان شاء الله. بقى خلاص محدش هيعرف يسيطر عليها. حلو قوي. يا هند انا عارف ان انت اتغلبتي على التوحد بالانشاد الديني، صح كده؟ صح. قولي لي بقى ايه يعني، ايه الانشاد الديني ساعدك ازاي؟ انا حابب اعرف انت عملتي ايه. انت بتحبي الانشاد الديني وسيدنا النبي؟ بتحبي قد ايه؟ بحب كل الدنيا بحالها. ما شاء الله. بحب الانشاد الديني كتير، وبحب الحاجات الانشاد الديني كتير. هي طبعا هنوده اتغلبت على مرض التوحد، حبها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، من صغرها. وبعدين بصراحه ما شاء الله يعني ربنا رزقها بام يعني ما شاء الله، وتعبانه معاها جدا من صغرها، ربنا يبارك لهم يا رب. خير داعم ليها بجد. وكمان لما انضمت للفريق دكتوره داليا عماره من الجامعه. قولي بقى بتعملوا ايه مع هند بالذات، يعني بما انها كمان اصغر بنوته كده معايا. هي الدلوعه بتاعتنا يعني، اختنا احنا يعني، حتى ما بنتعاملش على اننا فريق، احنا عيله مع بعض كده، وهنوده اختنا يعني. ف هند كمان بتحتاج تشجيع وتحفيز على طول يعني، دايما بنشجعها لما بتقول حاجه صح، برافو عليكي، فدايما بنحتاج ان احنا نشجعها على طول. حلوه قوي. طيب قولوا لي، عامه بتحسوا الابتهالات او الاناشيد او الحاجات دي طريقه القائها بتكون اصعب شويه من اي حاجه تانية ولا لا؟
والله زي ما حضرتك عارف يعني طبعا هي ايه، حضرتك عارف الشكل الكلاسيك القديم اللي احنا كنا بنسمعه زمان، الانشاد والحاجات اللي بتهالات، احنا حبينا نغير ده شويه، ناخد ايه نعملها بشكل مودرن كده ويناسب العصر اللي احنا سرعنا يعني عملنا الموضوع بشكل يناسب العصر دلوقتي، ان احنا سرعنا الايقاع شويه بتاعه فيعني بحيث ان هو يوصل لكل الناس، حتى يعني في اطفال بتسمعه وحافظاه، فاحنا حبينا ان احنا ايه نخليه سهل ويوصل لكل الناس تسمعه. انت ايه اللي حبيبك في الابتهالات؟ والله يعني انا شايفه ان هو يعني انا شايفه ان هو فن وحاجه جميله جدا ان انا اقدمها، ويعني انا شايفه ان هي حاجه كويسه ويعني بتسيب في الناس طابع خاص كده، كلنا عارفين لما بنسمع الابتهالات مثلا او كده بتبقى سايبه فينا طابع خاص بتفكرنا روحانيات جميله جدا لما بنسمعها. قول انت. كل حاجه جميله جدا وبحبها وبحب فريق عماره. احنا بنحبك جدا. بتحبينا قد ايه؟ قد الدنيا محل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب بصوا احنا قاعدين لسه مكملين معاكم، احنا هنطلع لفاصل، بس وانا بطلع لفاصل كده عايز اسمع منكم حاجه بقى يعني. يلا صلوا على الهادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الهادي وزيدوا وعلوا وادعوا يا رب صلاتنا ليه توصلوا، سيدنا النبي شربة ايدك تروينا وبذكرك النفحت علينا هلوا. صلوا على الهادي وزيدوا وعلوا وادعوا يا رب صلاتنا ليه توصلوا، سيدنا النبي شربة ايدك تروينا وبذكرك النفحت علينا هلوا. قلبي مسافر طيبة لك يا طه، من عطر أنفاسك أشم هواها، والروح إليك طيرة ونيل مناها، عشاق محمد في الحرم بيصلوا. صلوا على الهادي وزيدوا علوا وادعوا يا رب صلاتنا ليه توصلوا، سيدنا النبي شربة ايدك تروينا وذكرك النفحت علينا هلوا. يا نور رسول الله ضو سمانا، يا بركة المختار كوني معانا، ذكر الحبيب داوى جرح سكنانا، أمة محمد عمرهم ما يضلوا. صلوا على الهادي وزيدوا وعلوا وادعوا يا رب صلاتنا ليه توصلوا، سيدنا النبي شربة ايدك تروينا وذكرك النفحت علينا هلوا. محمد يا وراسي فوق في العالي، ماشي على نهج الرسول الغالي، هو حبيبي وجاه عزي ومهالي، نفسي اشوف وابوح لي واقول له. صلوا على الهادي وزيدوا وعلوا وادعوا يا رب صلاتنا ليه توصلوا، سيدنا النبي شربة ايدك تروينا وذكرك النفحت علينا هلوا. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها،
نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني أمامها وادعيني وادعيني وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيني وسلم لي على هادي الأمم. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملا كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، سلم على طه اتهامي، اذكرني أمامه وادعيني وادعيني وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيني وسلم لي على هادي الأمم. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيني وسلم لي على هادي الأمم. الله الله، يفتح عليكم. شايف الحلاوة اللي كنا فيها؟ ايه الجمال ده؟ يعني آية يوسف وهند، يعني ما شاء الله التلاتة أحلى من بعض، وأصواتكم ما شاء الله عليها يعني ملايكة من الجنة كده. ايه الحلاوة كده؟ ايه الجمال ده؟ كده كملنا يعني احنا كده الأبيض كده كملنا النهارده، يعني عشان يوم حلو وكمان وقفة عرفة يعني، فقلنا بقى ايه، نخلي اليوم كله أبيض فأبيض كده حلو. يعني احنا سعداء والله احنا حضراتكم النهارده، مبسوطين جدا بجد والله. يوسف كمان وهند بقى يعني زكي هنودة، كلميني على التاج الحلو بتاعك ده الأول بس. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الشياكة دي؟ مين اللي اختارك التاج ده؟ مين؟ مين اللي اختار منك؟ شيك قوي عليك، شيك قوي عليك، عارفة كده؟ اه. انت عارفة ان انت صوتك حلو قوي؟ ايوة صوتي حلو. مين أول حد قالك ان انت صوتك حلو؟ مين أول حد قالك صوتك حلو؟ ماما. ماما ولا بابا ولا صحابك؟ صحاب. صحابك؟ انت بتحبي تغني ايه دايما، او تقولي اي انشوده لمين يعني اكتر حاجه؟ مين من المنشدين؟ ماهر زين ويوسف سند حبيبتي بيبي. طيب عظيم جدا. بحب ماهر زين ويوسف. طب وآية؟ طبعا آية بنحب بعض كلنا. عند حبيبتي آية صاحبتك صح؟ اه صاحبتي. ايوه. ايه الحلاوه دي؟ انا مبسوط جدا بجد والله. احنا كمان سعداء. طيب احكوا لنا عن الانشودات بقى اللي انتوا قدمتوها، والابتهالات اللي انتوا قدمتوها الفتره اللي فاتت، كم واحده يعتبر كده؟ ابدا بيك يا ايه. احنا الحمد لله او يوسف ماشي مش مشكله يعني كان احنا الحمد لله يعني مقدمنا تقريبا فوق ال 20 عمل، وكلهم الحمد لله يعني كان في تفاعل جميل جدا على السوشيال ميديا معانا يعني، فالحمد لله التفاعل ده اصلا يعني هو اللي بيشجعنا وبيدينا دفعه ان احنا نكمل. كلها حاجات من شغلكم ولا حاجات كلها يعني؟ حاجات شغلنا يعني، يمكن بس تبقى احنا على الحان من التراث بس كلمات جديده طبعا كلمات بتاعت عمارة. حلو قوي. طب ايه اكتر واحد بتحبوه، اكتر حاجه من الحاجات اللي انتوا عملتوها بتحبوها؟ في اول حاجه طبعا بدانا بيها دي اللي سابت علامه كبيره جدا عند الناس، كان انشوده اسمها 100 مليون صلاه. حتى احنا كنا عاملين حمله كمان كده ان احنا نجمع اكبر قدر ممكن من الصلاه على النبي، فكانت حقيقه الحمد لله تفاعل كبير جدا مع الناس. حلو قوي. في حاجه جديده بتعملوها قريب يعني، انتوا بتحضروا لحاجات جديده الفتره دي؟ في اعمال نازله، في حاجات معموله للافراح، وفي عمل نازل قريب ان شاء الله، عمل جديد في حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قولوا لي عامه بتنزلوا شغلكم على السوشيال ميديا، في ناس متابعاكم، الفيدباك اللي بيجي لكم ايه؟ طبعا يعني السوشيال ميديا عامل اساسي جدا في الانتشار، حضرتك عارف دلوقتي عصر التكنولوجيا يعني، فالاعمال بنزلها طبعا على صفحاتنا على الفيسبوك، الحمد لله عليها ملايين المتابعين، بتحقق ملايين المشاهدات في اوقات قليله جدا يعني، فالحمد لله ربنا يعني الحمد لله. في تفاعل كويس معاكم الحمد لله يعني. طبعا بننبسط جدا. الحمد لله. وانت يا هند الناس لما بتسمع صوتك بتقول لك ايه؟ بتقول هي 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 كده صح؟ صح صح ايوه صح. الناس بتقول لك ايه؟ مش الناس بتحب هنوده وبتقول عليك صح؟ صح. وانت جميله قوي، انت بتحبي جمهورك جدا صح؟ اقول لهم عايزه تقول لهم ايه بقى؟ فين القلب فين القلب؟ انا القلب يلا كده المايك يقع كلنا اهو القلب اهو اهو. طيب نحب نسمع حاجه برضو تانية منكم كده، ويا هنوده تحبي تقولي ايه دلوقتي؟ قمر ولا حاجه تانية؟ نقول من حبيب القلب ولا لاجل النبي؟ القلب.
حبيب القلب مين؟ عايزة من حبيب القلب. من دي حاجه ثالثه. سيبها هي تقول اللي هي عايزاه. لو سمحت حاجه ثالثه احنا عملنا برضه حققت نجاح كبير الحمد لله. ماشي اللي انتوا حابينه. يلا يلا بينا. يلا بينا. من حبيب القلب مين؟ محمد طه الامين. من عشقه ساكن بالروح هو ذو الوجه الصبوح. من حبيب القلب مين؟ محمد طه الامين. من عشقه ساكن بالروح هو ذو الوجه الصبوح. من جناب الخير بشير قمر الكون المنير. يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين. من بكى من شوق لينا واتوجع من الخوف علينا. قال يا رب احفظ دعايا وشفعتي للناس سكينة. مين بكى من شوق لينا واتوجع من الخوف علينا. قال يا رب احفظ دعايا وشفعتي للناس سكينة. من هيسقينا عالحوت شربة تروينا وتزود. من هيسقينا عالحوت شربة تروينا وتزود. من أحن علينا منه بعد رب رحيم ودود. البشير المنير الصبوح الأمين. البشير المنير الصبوح الأمين. للرسل مسك الختام محمد خير الأنام. الله عليكم. الله عليكم. هند انت مين اللي بيحفظك الابتهالات دي؟ بيحفظك الأنشيد بتاعتنا. ماما اللي حفظت. ماما اللي بتحفظك. طب هي ماما قالت لنا ان انت بتعرفي تقولي لاجل النبي. يلا نقول حته لاجل النبي. صح. يلا قولي. يلا قولي لنا. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. يا إلهي كل 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 لاجل النبي لاجل النبي. انت شايف يهتموني برضو عارف يسلموني. انت شايف يهتموني برضو عارف من حصل لي ايه حصل لي. انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي. انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي
لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي. الله عليك. الله عليك. لا انت عايز تسقف صباعيه. شكرا لكم. ايوه كده. شكرا لكم. ايه الجمال ده يا هند يا جميله؟ ايه الجمال ده؟ احنا محتاجين ماما تغششنا حاجات ثانيه. ربنا يا رب كده يعني يحفظك ويحفظكم انتوا كلكم بجد احلى من بعض. والواحد مبسوط كده قاعد مبسوط روحانيته وجو حلو كده الواحد بأشعر. ربنا يكرمك يا رب. يا حبيبتي شفت الدعوه؟ يا خرابي يا هند انت انا بحبك قوي. بتحبي قد ايه يا هند؟ يا رب بتحبي قد ايه؟ الدنيا بحالها يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا هند بجد يعني انت جميله انت واختي الصغنونه انا كمان بحبك قوي ربنا يراضيك يا رب من واسعه. لا وعاجبني اصلا الروح اللي ما بينهم يعني انا ملاحظه ايه انت من اول ما قعدنا انت عينيكي مع هند كل شويه يعني انت مش مركزه مع اللي انت بتقوليه على قد ما انت مركزه مع هند. لا حبيبتي هند يعني لازم ابقى قاعده كده واخده بالي منها على طول. احنا الحمد لله الناس لاحظت حتى على السوشيال ميديا العلاقه اللي ما بيننا دي احنا عيله مش لا هند مش هند الدلوعه بتاعتنا زي ما قلنا كده. حبايبي فريق عماره. انت مذيعه شاطره قوي على فكره عارفه كده؟ انتي مذيعه بتتكلمي كويس جدا بتتكلمي كويس قوي ولابق جدا يعني صوتك حلو وبتعرفي تتكلمي كويس وعندك قبول عند ربنا سبحانه وتعالى حلو قوي وضحكتها انتي يعني ما شاء الله يعني عارفه كمان ان فيديوهاتك بتجيب ملايين الملايين من المشاهدات على السوشيال ميديا في الوطن العربي. هي هند عامله زي الملاك كده ما شاء الله. اه ده حقيقي وروحها حلوه وطاقتها حلوه كمان. طيب قولوا لي بقى طيب قبل ما تقولوا لي بقى هي ماما كمان قالت لنا ان انت بتقولي قمر حلوه قوي. الله صح؟ صح. يبقى نسمع بقى قمر. حته قمر يلا. مفيش حاجه من الهند وحشه كله حلو. كله حلو وجميل. احنا ماما قاعده بتغششنا. ايوه. قمر 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 سيدنا النبي قمرنا الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمرنا الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عم لوالها كل العيبات وعم لوالها كل العيبات وعم لوالها كل العيبات حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمرنا الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله الله عليكم بجد برافو عليك يا هند كلكم اشطر من بعض. كلكم احلى من بعض. ايه الحلاوه دي؟ فريع عماره انشاد الدين انا بحبكم جدا. احنا بنموت فيك. ربنا يكرمكم يا رب. فظيعه. طب قول لي يا يوسف يعني ايه اكتر حاجه حسيت ان الشباب او الناس على السوشيال ميديا كانت محتاجاها
ولاقت ما شاء الله نجاح كبير جدا واستحسان بالنسبه لبعض الشباب والناس. والله زي ما حضرتك عارف طبعا الفن الايام اللي احنا فيها دي الفن بدا شويه حضرتك عارف طبعا. فاحنا قلنا ايه نخش شويه في سكه الفن الهادف اللي بنقدم من خلالها رسائل حاجات اجتماعيه بقى من اللي بتحصل في المجتمع ونوعي برده الناس الصلاه على النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله توكلنا على الله وبدانا في الاعمال بتاعتنا والحمد لله لاقت يعني نجاح كبير جدا عند الناس الحمد لله. حلو قوي. وانت قولي لي مين اكتر المنشدين اللي بتحبي تسمعي؟ في طبعا اول حاجه الناس اللي يعني النقشبندي والحاجات دي أكيد. يعني كانش في احلى من ان احنا نسمعهم على الصبح كده يعني تصحى كده تشغله. فبصراحه الحاجات دي بيبقى ليها روحانيات وطبع خاص عندنا كلنا يعني ده تاريخنا تراثنا طبعا بالظبط. فدول من اكتر الناس اللي انا بحب بصراحه ان انا اسمع لهم يعني. حلو جدا. وانت يا هند انت قلتي بتحبي تسمعي؟ انا عايز اسمع. ما سمعتش انا يا نوره بقى انا عايز اسمع. سوري خليك تقول مين بتحبي. مين بحب فريق عماره. ايوه بحب الجمهور كتير. بتحب مين المشاهدين؟ المشاهدين بتحب مين؟ مارزين. مارزين ومين تاني؟ مين اكتر شخص بيأثر فيكي؟ ويوسف سر هي بتقول يوسف. انا على طول بتقول يوسف بيأثر فيها. حبيبتي يوسف شايف ان في تفاعل كبير الحمد لله مع الاناشيد الدينيه والابتهالات. يعني كان البعض كان بيردد يعني بعض الكلام وانا شايف وجهه نظري هو غير صحيح يعني. انه يقول لك ايه ان الاغاني المهرجانات والاغاني الاخرى اللي ممكن حاجات منها الحاجات الكويسه وحاجات اللي هي فيها اسفاف شويه هي اللي بقت متصدره دايما المشهد ده ومبقاش في حد ممكن بيسمع انشاد بشكل كبير او ابتهالات بشكل كبير. انت تقول ايه بقى وانت اللي في قلب الموضوع انت اللي جوه المطبخ ده؟ والله زي ما حضرتك عارف فعلا زي ما حضرتك قلت كده ان الناس بدات شويه تتجه للمهرجانات والحاجات دي. بس والله الواحد يعني الحمد لله ملاحظ من كتر من هو في المجال يعني الناس برده لسه فيها خير بتيجي يعني مثلا زي الايام اللي احنا فيها دي الايام العشره الروحانيات فيها فالناس برده لسه فيها خير بتيجي برده تسمع انشاد تسمع الحاجات الجميله الهادفه دي يعني. بس انتوا نورتونا جدا جدا واتبسطنا معاكم قوي النهارده واستمتعنا بصوتكم كده الملائكي زي ما كنا بنقول. يا هند اتبسطنا قوي ان انت كنت معانا النهارده. شكرا ليك. احنا اسعدنا قوي. شكرا يا يوسف. شكرا يا ايه. والله احنا كنا مبسوطين جدا والوقت عدى وعدى بسرعه جدا. بس احنا لسه هنختم بس على حاجه بصوتكم كده. ايه رايكم بقى نسمع ليله العيد؟ احنا طبعا عايزين نهنى حضراتكم والساده المشاهدين بعيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. نقول ليله العيد يلا. كل سنه طيبه يا هند. وانت طيب ويا يوسف حضرتك بقى بصحه وسلامه ويا ايه. احلى شباب يلا نسمع ليله العيد بقى ونطلع من الفقره دي. يا ليلة العيد أنستينا وجديت الأمل فينا. ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا وجديت الأمل فينا.
بيتردد كده في ودني دلوقتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شعائر ربنا سبحانه وتعالى الجميلة طبعا، يعني لكل بقى حبايبنا دلوقتي اللي موجودين على عرفة واللي نزلوا من شوية واللي خلاص ماسك الحج الحمد لله مكملين فيها، ادعوا لنا ادعوا لنا كده عقبال ان شاء الله كده ايه منحصلكم بإذن الله يعني السنين المقبلة. أكيد النهاردة يوم مش عادي، يوم عرفة أكيد يوم مش عادي، ربنا يتقبل مننا جميعا بإذن واحد أحد يا رب العالمين. وبكرة العيد، فرحة العيد الجميلة الحلوة اللي داخلة جوانا. ما يحلاش النهاردة اليوم إلا بالداعية الإسلامي يوسف عادل. ويوسف عادل النهاردة هتكلمنا عن بقى يعني يوم عرفة وأهميته في حياتنا، وكمان أكيد يعني هناخد منها المتاهة اللي ممكن برضه تخطفنا شوية ونرد تاني للامور الوسط بتاعتنا. يوسف وحشتني جدا، كل سنه طيب يا احمد وانت طيب، الله يحفظك الله يكرمك. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين، سعيد عليك يا رب. علينا كلنا يا رب ان شاء الله، وربنا يتقبل مننا العباده والبدايه بتاعت احمد الجميله. اجمل حاجه كده الشعائر، ان احنا نستشعر ان احنا كنا معاهم على جبل عرفات وبنلبي ربنا، وكل الناس دعت وكل الناس يعني بدات كده ايه علاقه كده مع ربنا من اول جبل عرفات حتى اللي ما كانوش هناك. لكن المتاهه بقى حلو قوي، يعني احمد قال ايه؟ اكيد هناخد حته من المتاهه واحنا بنتكلم عن فضل عرفه. هي المتاهه كل سنه وكل الناس طيبه ان العيد بكره. صح؟ مظبوط. الشباب الصغير بقى وبعض الشباب الكبير والبنات النهارده بيفكروا الليله هيعملوا فيها ايه؟ ليله العيد بقى. عايزين نفرح بقى وعايزين نتبسط وعايزين ايه؟ يبقى الحياه حلوه. فللاسف في بعض المفاهيم كده اللي الشيطان يبدا ينسينا يوم عرفه وفضل يوم عرفه وصلاه العيد والاضحيه والكلام ده كله، ويبدا يشغلهم المتاهه بشويه معاصي وذنوب يخليه يتخيل ان السعاده في الكلام ده. يعني النهارده كلنا اكيد فاهمين انا بتكلم في ايه. احيانا دلوقتي في شباب بيجهزوا هنشرب النهارده، هنعدل دماغنا بايه، هنروح مش عارف نقابل مين، يعني حاجات زي كده كتير. وهنا الشيطان يبدا يتوهه اصلا عن فضل الليله اللي ما زلنا لحد النهارده احنا متعلقين في رحمه ربنا. لكن خلينا نقول يوم عرفه ان افضل يوم في السنه كلها. اعظم يوم عند ربنا يوم عرفه. اكتر يوم الله يستجيب فيه الدعاء لاي حد يوم عرفه. اكتر يوم الشيطان بيبقى قاعد يبص كده ومتغاظ ومتضايق ومتنرفز جدا 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 يوم عرفه. ليه؟ لان كان بالظبط هو قاعد طول حياته قاعد عنده هدف انه عايز يضحك علينا كلنا زي ما بنقول، وعايز كلنا نكون معاه في جهنم. فيجي يوم زي كده يبدا يبص يلاقي الملايين واقفين على جبل عرفات وقاعدين يقولوا يا رب يا رب يا رب. لا ومش كده وبس، وتلاقي الناس في البيوت اللي قاعده على سجاده الصلاه، واللي قاعد مش عارف واقف في البلكونه رافع ايديه، واللي واقفه في المطبخ قاعده تقول له يا رب اقبلني معاهم. ويلاقي الشاب اللي ماشي في الشارع شاب عادي مش متدين، عشان بس نعرف ان احنا طيبين، الشاب العادي البسيط الطبيعي، بس ايه ده؟ ايه الاجواء الجميله دي؟ فهو ماشي الله اكبر الله اكبر وقعد يكبر ويسبح ويعمل زي الناس. ويمكن في عاده عند المصريين حلو قوي، تلاقي كل الناس مشغله التلفزيونات ومعليه التكبيرات والناس كلها فرحانه. فتلاقي الشاب، لان احنا اصلنا طيب، لان احنا اصلنا اول واحد بيجي يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي من قلبك عليه الصلاه والسلام بحب، واحنا ما شفناهوش واحنا ما تعاملناش معاه، واحنا النبي ما طبطبش علينا وخدنا في حضنه وقعدنا نحكي له، لا ده احنا بنحبه من مجرد ان احنا بنسمع القصص والحكايات بتاعته. فتلاقي كل الشباب بادئ ايه؟ يبدا يحس ان هو لا في حاله من الروحانيات والايمانيات عاليه قوي. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تلاقي اغلب الناس النهارده بداوا الخلوه اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، اللي هو ايه؟ اللي هو اقعد مع نفسك واستكين واهدى وشيل بقى حمل الدنيا والهموم بتاعتها من على كتفك ونزلها، واقعد بقى مع نفسك، اقعد ادعي ربنا، مخصص دعائين ثلاثه، اقعد ادعي ربنا كتير. هتلاقي ربنا في الوقت ده يستجيب. ياما ناس القصص بتاعتهم وحياتهم والنجاح بتاعهم بدا من يوم عرفه بدعوه. اعرف ناس والله، انا اعرف بنت والهدايه بدات بدعوه بس انا اعرف بنت دعت ربنا بعربيه في يوم عرفه، بعربيه بنوعها بلون العربيه، والله 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 استجاب. ما كانش معاه فلوسها؟ والله والله حرفيا بجد، واعرفها شخصيا خلاص. فجت العربيه بالنوع باللون،
فالنهاردة الدعاء باليقين. طيب في ناس دلوقتي تقول يا طب احنا دلوقتي خلاص المغرب أذن وخلاص والدنيا عدت، طب لسه في امل؟ اه طبعا. ايوه خلي بالك، هسال في دي بقى مثل الشيطان في الحته دي، هيقول لك خلاص انتهى صح. انا دايما مؤمن ان ما نتعاملش مع ربنا بالباب ده، نتعامل مع ربنا الكريم الكريم اللي هو ايه. يعني انا عايز اقول على حاجه كده دي خاطره من عند يوسف، يعني ولله المثل الاعلى. تلاقي راجل عايز يعمل خير، فهو قاعد مثلا ذبح، جايب فلوس، قاعد بيوزع على الناس وحاجات زي كده، فقاعد يوزع 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 يوزع. اخر ساعه في التوزيع لو هو وزع مثلا 1000، اخر ساعه ممكن يوزع 50000 صح. لو وزع مثلا 100 كيلو لحمه، فاخر ساعه ممكن يقوم مطلع بال 200 300. دي صفات الشخص الكريم ولله المثل الاعلى. انا متخيل ان الناس كلها بدات تبقى مشغوله بالعيد بكره، اللي هيضحي امتى والساعه كام، واللي هيجيب هدوم العيد، واللي هيشتري كذا، والشباب اللي عايز يخرج، والبنات اللي عايزه، كل ده صح مظبوط. ما بالك بقى لما ربنا يبقى شايفك انت في الليله دي، انت بس كده في عدد قليل قوي في الكون ساجد وبتبكي ولسه ابتدائي، هيسيبك؟ لا طبعا. ده لله المثل الاعلى. لو بشر يقول لك انا والله مسيح، ده ساب الناس كلها، ده ساب الزحمه، ده ساب الدوشه، ده ساب الفرحه اللي الناس كلها قاعده بتجري عليها، ايه ده ولسه لحد دلوقتي معايا انا؟ تخيلوا ثواب ربنا يبقى ليه عامل ازاي؟ تخيلوا مكانته عند ربنا عامله ازاي؟ لانه عمل ايه؟ لانه هو باع كل حاجه وتعلق بربنا وبس. ده مش معناه ان احنا بنقول للناس ما تنزلوش وما تخرجوش وما تتفسحوش وما تعملوش، بالعكس اعمل ده. بس ممكن وانت طول ما انت بتعمل ده انت قلبك معاه مرتبط بيه، ذكره على لسانك. مش مهم ان احنا في الليله النهارده هنخرج نعاكس بنت ولا نتحرش بيها، مش دي الفرحه ولا السعاده ولا ان احنا ناذي بنت. دي اختك دي، مهما كان هتقول لي بقى اصل لابسه ايه ومش عارف وعامله ازاي وماشيه الساعه، انت مالك؟ مش مبرر يعني خالص طبعا. دي اختك، دي حاجه بتاعت ربنا مالكش علاقه، ده الخلق للخالق طبعا. لكن لازم تحترمها ولازم تحافظ عليها ولازم تخلي بالك عليها ولازم تخلي بالك من مصطلحاتك وانت بتتكلم وهي معديه النهارده. فليله العيد انك انت تاذي اختك، ليله العيد انك انت تتريق على صاحبك، ليله العيد انك انت النهارده تقول انا عايز افصل عن الكون، فتروح تاخد واحد صاحبك ممكن يبقى غلبان ملهوش في حاجه زي كده، فتقول له يلا بينا نجرب، فتبقى ما خدتش المعصيه بس لوحدك، لا انت خدت اصحابك وعرفتهم على طريق، ويلا نجرب نشرب حاجه معينه، يلا نجرب نعمل كذا. وممكن في الاخر الشخص اللي يبقى جرب حاجه بمزاجك ده يبتلى، يفضل ماشي في الطريق لحد ما يموت. وبدات منين؟ من ليله ليلة متخيلة هيفرح بيها. اتفضل يا ده يودينا لفكرة اداب او وصايا ليلة العيد. هل في المفروض اداب نلتزم بيها ليلة العيد؟ حلو قوي. اول ادب ان ربنا موجود، ان ربنا شايفني. يعني هو احنا عبدنا ربنا حلو قوي قبل المغرب، ودعينا ربنا حلو قوي قبل المغرب، خلاص كده ربنا مش شايفني؟ زي فكرة رمضان وال وغير رمضان بالظبط. زي كل حاجة يا جماعة ربنا شايفني، ربنا حابب انك تكون مبسوط، لكن بعد اذنك خلي بالك ربنا شايفك. ده رقم واحد ليلة العيد. رقم اتنين، محتاجين نحترم الناس. يعني ايه نحترم الناس؟ يعني النهارده احنا ممكن نتبسط وممكن نفرح. هتكلم بلغه الشباب اللي موجود دلوقتي، هيبقى موجود في الشارع ونازل يلعب تمام، بس مش ممكن وانت بتلعب بالصوت العالي ولا بتعمل دوشه مش ممكن يبقى في حد مريض فوق؟ صح طبعا. طب هو ما ياخدش باله من ده ليه؟ طب هو ما يفكرش انه يحط نفسه مكان الناس؟ فبالتالي من اداب العيد ان احنا مش شرط نزعج الناس، ولا شرط ان احنا نعمل حاجات. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، ما بالك انت ممكن يبقى جارك. وخلي بالك انتوا عارفين مشكلتنا في ايه؟ ان احنا بقينا بنأذي الناس واحنا قاعدين بنلعب بالمصطلحات اللي بنقولها. صح. تلاقي الولد بيهزر مع صاحبه فبيشتم، حتى الولاد الصغيرين بزعل قوي، تلاقي عيلين صغيرين قاعدين بيقولوا الفاظ ما ينفعش تتقال، فتلاقي راجل يا عيني قاعد بيقفل قوي مش عايز بنته تسمع المصطلح ده، ولا عايز ابنه الصغير يسمع المصطلح ده. الاداب انك انت حريتك لحد عندك، ما تأذيش بها غيرك. فلازم ان ربنا شايفني، لازم ان انا احترم الناس جدا 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 جدا، ان انا ما اجيش اختار سعادتي على ضرر الاخرين وعلى ضرر نفسك يا اخي. هو انت النهارده لما تختار سعادتك فهنا الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه اللي هي ايه؟ اللي هي يلا بينا نخرج وننبسط ونروح مكان ونقعد نشرب حاجه وقعده شيك ومحترمه ونتكلم كلام طيب، ما بقولش نقعد نتكلم كلام دين ولا بقول نمسك السبحه براحتك خلاص بتاعتك، لكن على الاقل
ما اجيبش سيره فلان واعمل كذا، مش لازم حاجه حرام يعني عشان اتبسط، لانه والله مش هو ده الطريق. يعني انا دايما في حياتي بفضل اقول للشباب والله ما هتلاقوا السعاده الحقيقيه غير في كل حاجه ربنا قال لك عليها صح، والحاجه الغلط اللي انت هتفضل مخدوع فيها وماشي فيها طول الحياه وانت متخيل ان السعاده ممكن تلاقيها في الطريق ده، مش هتلاقيها في الطريق ده. التأدب مع الله عز وجل في اليوم ده، التأدب مع الله عز وجل في الليلة دي، ان اقل حاجة ركعتين بس لكل الناس كنا نقول له يا رب لا، احنا لا بتوع يوم عرفة ولا بتوع رمضان ولا بتوع المواسم، احنا بتوعك. اكل المواسم دي يا رب انت بترزقها بينا، ترزقها لينا علشان نستغل وناخد ثواب عالي ونصوم، فيا رب تباعد بيننا وبين النار 70 خريفا، وان احنا نسجد لربنا فنكون قريبين منك. لكن يا رب احنا قلوبنا مش متعلقه بالايام، وده اللي دايما بقوله، احنا قلوبنا متعلقه برب العالمين فقط، فاحنا بالتالي محترمين قوي 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 ومتادبين مع ربنا في الليله دي. طيب خلصنا الليله وبدأنا بقى في بركعتين زي ما قلنا، وصلينا الفجر وداخلين على صلاة العيد. الأداب برضو يعني هنشتغل على الأداب كلها بتاعة اليوم كله. يعني كده من المغرب اهو خلصنا المغرب، خلصنا المغرب وخلصنا العشاء، تمام، وصلينا طبعا دلوقتي خلاص اهو. بدأنا بقى ايه اليوم، بنحضر نفسنا برضو لاستقبال صلاة العيد طبعا. الفجر ثم صلاة العيد، صلاة العيد بنصلي العيد نبقى يا جماعة مش نازلين نصلي العيد عشان ناخد السيلفي وبعدين نعمل البلالين ونفرح وخلاص. حلو ده وجميل ده على فكرة، وربنا أمر ان احنا نفرح، لكن الاصل ان احنا نبقى خارجين احنا عندنا يقين ان احنا مغفول لنا. النية، النية، النية ويقين ان احنا اتغفر لنا طبعا. يعني ايه؟ يعني انت نازل تستقبل هديتك من ربنا، الهدية رايح تاخد، رايح تاخد عامل مشاكل مشاكل على ايدينا. فانت رايح تاخد عيديتك من ربنا الصبح، والله يقينا يبقى الاحساس ده بجد. يعني انت نازل انت بتستقبل هديتك من المحب، استقبل هديتك انك انت من الناس اللي الحمد لله حاولت العشر ايام تبقى حريص جدا 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 على الصيام، حاولت تبقى حريص جدا 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 على الذكر، على الصلاه، على الكلمه الطيبه، على فعل الخير، على صله الرحم، على البر ابويا وامي. فالنهارده انا نازل انا عندي يقين ان ربنا نظر الي نظره رضا، نظره حب طبعا. فانا نازل بقول يا رب الحمد لله، وقاعد كده كانك ايه بتستقبل الهديه من ربنا، فتزداد ايه وقار وتواضع مش كبر طبعا. ده انت لابس جديد وخارج وشكلك حلو، كل ده بيخليك تزداد ايه تواضع وهدوء وتحس بغيرك. عشان ندخل للنقطه الثانيه قبل ما ندخل في الاضحيه، تحس باللي مش معاه. احنا قبل ما نخش بقى في الاضحيه، يلا دلوقتي المفروض في كده يعني زي ما نقول ايه اداب صلاه العيد طبعا. يعني ايه المفروض يتعمل في صلاه العيد، لان الواحد طبعا بيشوف عجائب. طيب احنا هنقول الاداب بتاعه صلاه العيد اللي هو ايه، تبقى ماشي وخلاص. في مثلا احنا كل مكان بيعملوا المكان التجمع الساحه اللي هيصلوا فيها. اللي بيصعب عليا قوي الاقي الشباب نازل وبنات وقاعدين اصلا لا بيحضروا الصلاه ولا بيحضروا الخطبه، وهو من اداب ومن من خطبه العيد اصلا. يعني هو الاصل ان انت تحضر الخطبه صح، تلاقيه واقف وقاعدين بيتكلموا ويتصوروا. فاللي هو ايه شباب والله العظيم اصلا صلاه العيد كلها على بعض مش تاخد 10 دقائق، يعني هي الخطبه 10 دقائق وخمس دقائق والصلاه حتى لو حاجة. والله لو ساعه هو بيعيد يعني بيعيد دي كم مره يا يوسف؟ ايوه يعني مره في السنه يعني هو في الاخر كبير. في الاخر هنقول 15 دقيقه صح. فانت النهارده صليت ال 15 دقيقه، سمعت الخطبه، نسمع الخطبه اصلا. وطبعا كل ائمتنا وكل علمائنا طبعا اجمل حاجه في الخطب في الوقت ده انك انت تبدا تكلم الناس عن مواضيع فيها فرحه وعن مواضيع فيها رقائق للقلوب وحاجات زي كده، عن توعيه النحر اللي هو الاضحيه طبعا، وتحس الناس على صله الرحم، وتحس الناس ان هي تحس بالناس اللي محتاجه وكذا وكذا وكذا، والموضوع يبقى بسيط كده وخفيف، ما احناش ايه خطبه جمعه ان احنا قاعدين بنتكلم نص ساعه وكده. فانا بقول للشباب الاداب بتاعتها، الاخلاقيات بتاعه انك انت عشان تدخل يا اخي ادخل سلم على صاحبك، ادخل اقعد اسمع الخطبه اللي بتتقال، صلي ورا الامام، خلصنا اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه بس تاني عشان شريف حلو قوي الحته دي، مش وانت ماشي بقى برضو داخلين عكس البنات، ولا انت ماشي فانت قاعد تضايق دي، ولا انت ده انت لسه في صلاه ايه، في صلاه عيد. يعني ايه صلاه عيد؟ يعني توزيع مكافاه رب العالمين ليك. فالنهارده ما تبقاش انت طالع من حاجه وداخل على حاجه بتبوظها، هي دي المشكله. قولك عايز اتكلم معاك يعني بصوت اكبر كده من ناحيه ايه واعمق شويه لبعض الشباب الصغير
فكرة صلاة العيد البعض بيتخيل ان هي صلاة عادية زي اي صلاة ممكن نصليها، لكن عايزين نوضح الفهم بتاعها او نفهم الناس هي عبارة عن ايه. زي ما انت قلت هي نفحة وهدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس ايه فكرتها؟ بص يا احمد، هو في شعائر وفي حاجات هو ربنا بيخلينا ان احنا نعملها علشان خاطر تبقى مختلفة عن كل حاجة. يعني صلاة العيد مش زي الصلاة، تمام، صح، زي الصلاة العادية طبعا، صورة الفاتحة وبعد كده بيكبر، يعني اقصد باجرها يعني عشان نفهم الناس صح يعني. ما انا فاهم. فانت النهاردة الصلاة بتبقى مختلفة تماما عن اي صلاة تانية، وهي اجرها هو ببساطة خالص ان انت كأنك بالظبط داخل عارف، ومن يعظم شعائر الله، هي دي من اهم هي الركن الاساسي في شعائر ربنا في اليوم ده، تمام. فهو النهاردة انت نازل، انت بتاخد ثواب انك انت عملت حاجة 10 ايام. ثوابها ايه؟ ثوابها عالي بقى، يعني في الاخر مثلا مش هقولك ايه، ثوابها زي اي عمل خير بيتعمل. يعني هو في الاخر برضو ما هوش فرض عليك انك انت تصلي العيد، لكن هو من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو نازل يصلي العيد علشان مكافأة للمسلمين. علشان ايه هدف صلاة العيد؟ انه بيجمع المسلمين مع بعض. ايه هدف صلاة العيد؟ انه في الاخر بيبقى فيه الفة ما بين الناس. علشان كده هو ايه وجهة النظر الشريعة وربنا امرنا ان احنا صلاة العيد تبقى في مكان واسع وتبقى الناس كلها ورجالة وستات، طبعا النساء ورا والرجالة قدام. هو كل ده ليه؟ عشان جو المحبة والالفة وجو الفرحة. يعني هو في الاخر يا احمد عايز اقول لك ايه، هنا بقى ما تبصش للثواب، هنا بص للمعاني الاخلاقية اللي ربنا بيربيها جوانا، اللي هو ايه؟ يلا حبوا بعض، يلا حسوا ببعض، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو احنا في التوقيت ده لازم نفرح. يعني طبعا ده هو العيد ده للفرحه طبعا. عشان كده ديننا بكل جماله اللي هو ايه، انت انزل افرح. يعني انا ليه قاعد باكد على الحته دي؟ مش كل لقطه اللي هو انت هتاخد ثواب، طبعا انت هتاخد ثواب، بس الهدف من صلاه العيد مش عشان ناخد مثلا ايه زي قيام الليل، الفكره مش كده، الفكره للفرحه، الفكره للموده والالفه والمحبه، الناس كلها حاسه ان هي واحد، حاسه ان ايه ده بيجتمعوا. طبعا حتى احنا مش في مسجد، المسجد مساحته محدوده، لكن ده انت في مكان مفتوح فالعدد كبير، فايه ده انت فرحان باللي انت بتعمله، انت فرحان بالناس الكتير اللي حواليك، وكلنا جايين لسبب واحد. هي دي النقطه اللي يمكن من حكمة ربنا فيها ان احنا من الاخر افرح. صح، ويمكن يعني ناس كتير لما بتنزلش تصلي العيد او كده يقول لك انا ما حسيتش بالعيد. صح، السنه اللي كان فيها وقت الكورونا وكان ممنوع ان احنا ننزل، كل الناس كانت متضايقه جدا. ربنا يا رب يرجع الايام تاني. لا حسينا برمضان ولا حسينا اصلا بالعيد. ده حقيقي. طيب صح. نيجي دلوقتي لمرحله الذبح او الاضحيه، ايه هي الوصايا او اداب الذبح؟ هو اداب الذبح مبدئيا ان اجمل حاجه لما تيجي تذبح الذبيحه لازم يبقى في رحمه، اكيد خلاص. فهي النقطه كلها دي اللي بحاول كل سنه كده اقولها، ان حاول هو اولا بس عشان بعض الناس، هو ربنا لما بيخلق كل حاجه لها الحاجه بتاعتها يعني. فهو اصل الذبح ده ان ربنا لما فادى ابن سيدنا ابراهيم، وكانت قصه كلها تربويه اخلاقيه اصلا، يعني اللي هو طاعه الابن لما ابوه قال له انا شفت رؤيا اني اذبحك، قال افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. فتشوف الادب بتاع الابن لما قال له تمام. فالمهم فديناه بذبح عظيم، يعني هو في الاصل هو ربنا عمل كده فديه لابن سيدنا ابراهيم. فالاصل ان في ناس بيصعب عليها واصل بيتذبحوا وحاجات زي كده، ما هو ربنا لما خلق الكون هو كل حاجه مخلوقه متكيفه على مخلوقه عليه، فهي مخلوقه هي عارفه ان في الاخر هي دي مهمتها في الحياه. عشان بعض الناس اللي بتبقى زعلانه، هو ما فيش حد ارحم على الكون ده من اللي خلق، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا بس يبقى عندنا رحمه. يعني النهارده بلاش المناظر اللي احنا بنشوفها ساعه الذبح دي، اللي هو كلهم موجودين في مكان واحد ونقوم عاملين. هو في الاخر حتى والله سبحان الله في اماكن كتير قوي بقت حاجه راقيه قوي في واتعملت الحمد لله في مصر في اماكن دلوقتي كتير، حاجات كلها بمجازر، حاجات كلها حتى الكترونيه، يعني مش حاجات بيدخل فيها حاجات مش بيدخل فيها التصرف بتاع الانسان. يعني الحاجه بقى اللي انا كيوسف بقى مهمتي ان انا بفضل اركز على العيال الصغيرين، الاولاد الصغيرين بيصعب عليا قوي. ان ما خلي بالك انت ابنك شجاع طبعا، بس في مليون واحد مش شجاع وما هوش فاهم انت بتعمل كده ليه، مش فاهم صح فكره انه ممكن يشوف دم او حط ايديك في الدم او الحاجات دي، هو بالنسبه له ممكن وكل دي طبعا تصرفات ما لهاش علاقه بالسنه تماما، اللي هو حط ايديك في الدم وحط الكلام ده ما لهاش علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده لما يجي ابنك واقف معاك، لما يبدا يكبر شويه احكي له قصه الاول سيدنا ابراهيم، واحكي له قصه سيدنا اسماعيل، واحكي له قصه الذبح جه ازاي، وبين له كمان ان خلي بالكوا وانا بحكيها للولاد في المدارس بقول لهم ايه قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، وخلي بالكوا دي من الحاجات المعجزات بتاعه الانبياء. يعني باباك ما يصحاش الصبح النهارده يقول لك يا احمد انا لقيت النهارده ان انا بذبحك، تقول له يا بابا تعالى اذبحني، لا دي خلاص خلصت. واحنا بنحكي لازم نفهم الشباب ان دي حاجات خاصه بالانبياء والرسل، تمام. ف
فلما تيجي تفهمه القصه دي وبعد كده يبدا هو يفهم، يبقى هو فاهم الشعائر دي بتعمل ايه. لكن انت النهارده لما تيجي ولد صغير بالله عليكم وهو شايف ان كل ما يمشي في حته ناس قاعده بتذبح وحاجات زي كده، ما هو الشيطان، متاهه الشيطان بقى. وخاصه ان احنا موجودين في جيل دلوقتي كل حاجه بالعقل، كل حاجه بيفكر فيها، كل حاجه بيحسبها هي صح ولا غلط، وده اللي موجود في الشباب دلوقتي. فالنهارده لما يبدا يشوف المنظر ده يبدا بقى يلعب على ايه، لا ده في وحشيه هنا، لا ده في كذا هنا، ده في كذا، ايه ده انتوا ما عندكوش رحمه، ايه ده انتوا كذا، بالرغم ان هو لو بدا يشعل المنطقه تانية يخلي الناس تتكلم عليها عشان خاطر يفقدك بقى احساس والمتعه وثواب جزئيه هامه. لكن لما تحكي له بقى تقول له ايه، تقول له بس خلي بالك دي بتتذبح واللحمه دي احنا بناخدها علشان في ناس غيرك ما عندهمش اللحمه دي، فانت بتسعد ناس غيرك، انك انت بتبسط ناس غيرك، انك انت الناس دي ممكن اللحمه دي ما بتشوفهاش كتير، فانت صح. بتبقى عامل كذا، فانت بتاخد ثواب، بتعلي القيمه. قول لي يا شيخ. طيب يا يوسف بص، يعني احنا مهما اتكلمنا معاك انت عارف احنا بنستمتع يعني احنا بنستمتع معاك جدا وما بقاش عايزين نخلص والله الكلام معاك ونستفيد من المعلومات. حبيبي عايزين نختم كده بدعاء حلو بقى عشان الايام المفترجه اللي احنا فيها. يا ريت احنا هنخدم بدعاء، بس قبل ما نختم بالدعاء بنقول للناس ان اتعاملوا مع ربنا بالكرم. خلينا رافعين ايدينا لاخر وقت، لاخر دقيقه، والله العظيم ممكن تبقى دايما انت من الناس اللي كده. طول ما احنا داخلين في ايام العيد نحس بغيرنا قوي، نروح نبوس ايد ابونا وامنا والاخوات، وبعد كده نتكلم في صله الارحام بقى، الحاجات اللي هي ممكن تبقى بعيده شويه، لكن اقل حاجه خالص الاب والام والاخوات، يعني عشان الدنيا والزحمه دلوقتي هتفرق معانا كتير قوي. وان شاء الله نتقابل بعد رمضان، بعد العيد، بعد العيد، بعد العيد، اسف انا معلش عشان اتكلمنا على رمضان. يا رب رمضان. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ابدا ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا رب سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا رب سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارض عنا، اللهم انظر إلينا الآن بعين الرضا، اللهم انظر إلينا الآن بعين الرضا. اللهم اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، اللهم انظر إلينا بعين الرضا. يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، أقسمنا عليك يا رب في هذه الليلة أن تشفي كل مريض، أن تشفي كل مريض، وأن ترحم كل من مات، وأن ترحم كل من مات، أن ترحم كل من مات. يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب لا يدخل العيد إلا وقد غفرت لنا وقد سامحتنا وقد شفيت كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا، وتجاوز عن سيئاتنا وزد في حسناتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك يا يوسف، كل سنه طيب يا حبيبي. وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه، ربنا يكرمك. كل سنه وانت طيب يا يوسف، الله يحفظك، الله يكرمك، الله يكرمك، كل الامه الاسلاميه. كل سنه وانتم طيبين، الله يحفظك. يمرو كل سنه طيبه. انت طيب يا روح، العيديه يا روح. مش ناسي اهو. وعديت ربنا احلى، في احلى منها. عديت ربنا. شفتي بس اهو عمالين نتكلم، اهو عمالين نتكلم. انت طيب يا شباب. انت طيب يا حبيبي، انت طيب يا حبيبي. يا جماعه كل سنه طيبين، افرحوا وانبسطوا واعملوا كل حاجه جميله، يعني تخلينا كده ايه دايما في معيه الله سبحانه وتعالى. ونتبسط، مش معنى انك تتبسط يبقى احنا هنبعد عن ربنا، لا نتبسط احنا ماشيين في طريقنا الى الجنه باذن واحد احد يا رب ان شاء الله. كل سنه طيبين، افرحوا انبسطوا، عيد اضحى جميل علينا كلنا ان شاء الله، ولكل الحجاج كده يعني حج مبرور كده وذنب مغفور ان شاء الله. استنونا بقى يعني بعد عيد كده، وبرده انبوكس براجعه قويه جدا معاكم كالعاده. سلام.